النور والسرور والخير والبركة والسعادة والفرح والمحبة إن شاء الله بإذن الله السميع العليم. لالا غزلان صباح البرودة ما شاء الله والغربير غزال هذا النهار الجو مبرد ما شاء الله تبارك الله مع الصيف راكم عارفين الجو كيكون سخون ولكن هذه الأيامات بدا كيتبرد الجو اللهم زيد وبارك. هذا النهار إن شاء الله بإذن الله احنا عندنا شلالة والقفة كما العادة ماشي نتقضى ضروري عندنا السوق حنا ما كنمشيو للسوق لكن راكم عارفين السوق ديالنا فين هو. صيفطنا الواليدة صيفطنا الواليدة مشات تجيب الحوت وشي حوايج اللي ما كاينينش في المزرعة عن طبيعة الحال وحنا غنجنيو كاع داكشي اللي وجد في المزرعة على بركة الله. بين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف كريمة ضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات وتغني الجبال عليها بلادي يا قرة العيان والشمس ضوات عليها عروسة ما بين الشطآن وتغني الجبال عليها يلي هارب من الأحزان زور بلادنا تتعافى زور بلادنا تتعافى طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب لها يتشافى واللي شرب ما يتعافى طبيعة ودوال الإنسان واللي شرب ما هيتعافى واللي شرب ما هيتعافى بلادنا يا دار السلوان 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 يا شربة منا مع الصفا بلادي يا زين البلدان يا سند على حد الشوف يا أرض كريمة ضيافة وجمالها ناطق بحروف بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوف يا أرض كريمة ضيافة وجمالها ناطق بحروف ناسها نخوة وطرافة ناسها نضوة وطرافة وجمالها شايع معروف شحال يا بلادي واللام واللي سال يجي ويشوف
بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بزاف ديال الناس كيسولونا على الخلطه ديال القولون العصبي بومزوي او الغازات. بطبيعه الحال هذه كتاخذ شويه ديال الوقت، راه على الاقل واحد الاسبوع او اسبوعين ديال النقا ديال العشوب، وخاصك تطحنهم على حقهم وطريقهم. عاوتاني فاش كتطحنهم كتغرب لهم، هذه راه فيها بزاف ديال الاعشاب كيف ما كتشوفوا دابا، راني كنخلط فيها النبق، الخروب، بزاف إيلان، المهم العديد من المكونات، اكثر من 20 عشبه. وطبيعة الحال كنزيدوا عليهم حبوب اللقاح اللي كتعتبر اقوى مضاد حيوي في العالم ما شاء الله تبارك الله، راه القيمه ديالو الصحيه والغذائيه ولا اروع في الكون. طبيعة الحال حبوب اللقاح اللي ما كيعرفهمش، راه كينتجهم النحل، كينتجهم النحل والعسل الحر الاصلي، راه كتكون فيه حتى 40% ديال حبوب اللقاح، كتخلط مزيان وكنزيدوها الزيت البلديه الحره الاصليه ديال الجبل ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك، حلوه. ومن طبيعه الحال كتخلط عاوتاني مزيان باش كيدخلوا معاها المكونات، وكنزيدوها العسل الحر الطبيعي الاصلي ديال الليمون كيف ما كتشوفوا ما شاء الله، الحر ها هو كيهبط بحال الذهب. وكذلك كنزيدوها العسل ديال الاعشاب، اللهم زيد وبارك، عسل الاعشاب، راعي جميع انواع الاعشاب الحره الاصليه. ومن بعد كذلك كنخلطوا مزيان ما شاء الله تبارك الله باش كيتميلونجاو المكونات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني فاش كيتلاقاو كل ما هو المكونات الطبيعيه البلديه كتكون واحد النتيجه فعاله. كذلك كنزيدو شويه ديال الزيت والعسل الحره الاصليه، لا ديال الاعشاب اللون ديالها كيكون اسود، ولا ديال الليمون اللون ديالها كيكون بحال الذهب ما شاء الله تبارك الله. ها هي، وكذلك كنميلونجيو مزيان باش كيتحركوا داك المكونات كلها ما شاء الله تبارك الله. وهذه خلطه فعاله شافية بإذن الله، البومزوي المشكل القولون العصبي وكذلك مشكل الغازات 100% خالصة صافية، هتاكلوها بعينكم مغمضين، فمرحبا ألف مرحبا بالشفاء العاجل للجميع. وهنا بعض الزبناء طلبوا مني الزيتون ولكن يكون بدون ملح، احنا دابا صيبنا اليوم الشرمولة بالأعشاب ديالو، الزعتر في اليوم شبه ذلك، وكذلك بالثومة البلدية والسودانية البلدية الحرة، والزيتون كيبقى طبيعي بلدي. طبيعة الحال بعد ما كيتشرمل كنزيدو عليه الزيت، كيتخلع بالزيت، ما نحتاجش نقول لكم الفوائد الصحية والقيمة الغذائية ديال جميع أنواع كل ما كنقدمو حنا من المنتوجات، لأنها كتبقى بلدية طبيعية بيو 100% ما شاء الله تبارك الله. هنا عاوتاني كذلك عندي الزيتون الأسود تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، خير دمنا الكريم، الزيتون على حقه وطريقه ما شاء الله تبارك الله. الحبة لختها تامر ما شاء الله تبارك الله. طبيعة الحال دابا كنغسلوه، عاوتاني نسمره مزيان، يسمر يبس يعني ما يبقاش في هذا الماء، ينشف، وداك الساعة كنعصروه ومن بعد كيتشرمل. دابا كيتميلونجا مزيان وكيتشرمل بنفس الشرموله اللي كنشرملو بها الزيتون الاخضر، هذا بدون ملح على حسب الطلب، اللي بغاه بالملح اللي بغاه بلا ملحه. وبطبيعه الحال فيه الثومه وما شابه ذلك، الاعشاب كلها والزعتر البري، فللطلب مرحبا والف مليون مرحبا بالصحه والعافيه. صافو لاطيت فين هو لاطيت؟ راسك فين هو راسك؟ ليزيو مامي فين هما ليزيو؟ عينين عينين لا لا لوني عين هذاك لوني فين هو فمك؟ فمك لابوش فين هو؟ لابوش فين هو فمك؟ باش كتاكل؟ باش كتاكل؟ لابوش برافو لما؟ شعرك فين هو شعرك؟ الشوفو ويدك يدك يدك كريشة كريشة بابو وين بابو؟ بابو فين هو؟ وريني بابو هذيك خريشة واو 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 على منظر شحال واعر. يا سلام روعة ما شاء الله تبارك الله، أول منتوج اللي نادر في المغرب هو العسل المر اللي كيتواجد عندنا حنا في الجبل ما شاء الله تبارك الله، المنتوج الرائع والجميل اللي هو العسل المر، كيكون راعي جميع أنواع الأعشاب الطبية والعطرية على مدار العام، وكيختم واحد العشبة عندنا حنا غير في الجبل فقط، باش كيجي العسل المر صالح 100% هو الدواء وشفاء الناس اللي عندهم مرض السكري بالشفاء العاجل. مرحبا بكم. كذلك الناس اللي كيسولوا راه حنا الاختصاص ديالنا هو زيت الزيتون الطبيعيه الاصليه ما شاء الله تبارك الله، الحره ديال الحجره وديال الكونتينر اللي بغيتو كاينه،
بالنسبه للمشتقات ديال زيت الزيتون او ديال الزيتون، كاين الزيتون الاخضر المشرمل ما شاء الله تبارك الله، مشرمل ومخلع بالزيت البلديه الرائعه والمتميزه، وكذلك كاين الزيتون الاسود الكحل ما شاء الله تبارك الله الطول رائع، اللهم زيد وبارك، بالشرمولة البلدية ومخلع بالزيت على حكمه وطريقه ما شاء الله. وعشاق الدجاج، عشاق الطاجين، كنصحكم بالزيتون المحمض، الزيتون الحامض اللي مصيب بالماء ديال الحامض او المحمض ما شاء الله تبارك الله، رائع رائع، مذاق هائل، كيدار فوق الدجاج، فوق الطاجين، بالعراسات، فوق اللحم، يا سلام ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك. ومن طبيعه الحال الناس اللي كيسولوا على الخليع، عشاق الخليع، الخليع ديال الريجيم، ما بقيناش كنديروا ديال الشحمه، ولينا كنديروا غير ديال الريجيم، طبيعه الحال كيما شفتوا في الفيديو ديالنا قبل، طايب في الطناجر البلديين وديال الحمام البلديه على حقها وطريقها ما شاء الله تبارك الله. وسمينا عشاق الكسكسو ما شابه ذلك، راه عندنا سمينا البلديه الحره، كاين الحلوه وكاين السمن اللي حار اللي بغيتو نتوما، كاين السمن ملح، اييه ما شاء الله تبارك الله. والمنتوجات ديال العيالات عائشه وغزلان، هنا خلاص الخلطه ديال القولون العصبي، وكاينه دي السمنه السريعه الخاصه بتقويه المناعه وفتح الشهيه عند الاطفال ما شاء الله تبارك الله، رائعه، نتيجه فعاله ومضمونه 100 وطبيعيه، كل المكونات ديالها طبيعيه ومفيده. بالنسبه للناس اللي كياخذوا كيلو ديال العسل، الناس اللي كياخذوا كيلو ديال العسل كتمشي معاه قرعه ديال الحبوب اللقاح كادو هديه، فمرحبا بكم. بالنسبه للتوصيل راه كاين لجميع المدن المغربيه حتى لباب الدار، فيما كنتو يوصلكم هذا الشيء حتى لباب الدار، حتى كيوصلكم عاد كتخلصوا. بالنسبه لاوروبا كاين فرنسا، بلجيكا، المانيا، هولندا، ايطاليا، هاد المدن كاملين كاينين، مرحبا، الدول عفوا كاملين كاينين، مرحبا، يكفي انكم تتواصلوا معنا في هذا الواتساب. وحتى الناس ديال الجاليه اللي كيبغيو يديروا لي كادو لي سيربريز كيفاجئوا عائلات ديالهم في المغرب، يتواصلوا معايا عطوني يعني المعلومات ديال العائله ديالهم في المغرب، وانا نصح لهم جميع المنتوجات اللي بغاو حتى لباب الدار دار سيربريز، وتاكدوا باللي هذه المنتوجات طبيعيه حره، يعني حنا كنتميزوا بالجوده، الجوده ديالنا كتميز ان جميع المنتوجات ديالنا اغلبيها بيو، طبيعيه حره جبليه اصيله ما شاء الله تبارك الله. والدليل على الخير ديال الجبل هو هذا الماء ما شاء الله، وهذا الماء الرائع الجبل تبارك الله، شوفوا الجبل، شوفوا